تخصص في الهندسة المعمارية، لكن رسالته للدكتوراه في التصنيع والتخطيط غيرت مساره المهني وجعلته أبو الصناعة المصرية. ولد المهندس عزيز صدقي في القاهرة عام 1920، وتخرج في هندسة القاهرة عام 1944، وحصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط الإقليمي والتصنيع من جامعة هارفارد الأمريكية. وتزامنت عودته إلى مصر مع ثورة يوليو 1952 التي استهدفت تحويل مصر من مجتمع زراعي إلى دولة صناعية، فشارك صدقي في المحاولات الأولى لتحقيق الحلم الكبير، وانضم إلى المجلس القومي للإنتاج، وقدم خبرته لمجلس الخدمات العامة ومشروع مديرية التحرير. وتحمس الرئيس جمال عبد الناصر لأفكار وخطط عزيز صدقي، فضمه إلى حكومته الثالثة عام 1956 كأول وزير للصناعة في تاريخ مصر، فانطلق يشيد المصانع في مختلف المجالات: الحديد والصلب، الغزل والنسيج، السكر والإسمنت، والصناعات الغذائية، حتى حقق حلم صناعة أول سيارة مصرية عام 1959. تولى عزيز صدقي رئاسة الحكومة مطلع 1972 بعد نجاحه في بناء أكثر من 1000 مصنع كانت خير معين لمصر في مرحلة الاستعداد لحرب أكتوبر، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية. وفي مارس 1973 عين صدقي مساعداً لرئيس الجمهورية ورحل عن عالمنا في يناير 2008.